لا سيما أننا أبلغنا الوسطاء بضرورة وضع حد لهذه المجزرة، ولكن نتنياهو يماطل ويخدع جمهوره بوعود زائفة. لا سيما أننا أبلغنا الوسطاء بضرورة وضع حد لهذه المجزرة والإبادة الجماعية فورا، وقدمت الحركة تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر ومرورا بصفقة لتبادل الأسرى وانتهاء بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير. ولكن نتنياهو يماطل ويخدع جمهوره بوعود زائفة لن نسمح له بتحقيقها. לאויב יש רק שתי אפשרויות, או למות או להיכנע ללא תנאי, אין אפשרות שלישית.